نتجه إلى السيد سركيس توكريان محلل أسواق عالمية في مجموعة إيكويتي جروب للحديث بشكل أكبر حول هذا الموضوع. سيد سركيس أهلا ومرحبا بها معنا. دعني أبدأ معك من النفط والتراجعات التي شهدناها في الجلسة الماضية، على الرغم من أنه لدينا الإعصار زيتا والذي سيخرج جزء كبير من شركات النفط ومنتجين النفط الأمريكيين إلى خارج السوق، إلى أنه لا نلاحظ بأنه هذا العامل يعطي أي دعم بالنسبة للأسعار. إلى أي مدى اليوم العوامل الأساسية المتعلقة بكورونا ستستمر في الضغط على الأسعار، وما هو القاع، أين هو القاع بالنسبة لبرنت أو WTI؟ بداية سوف أبدأ بتأثيرات الإعصار الذي يضرب في خليج المكسيك والذي تسبب بانخفاض في الإنتاج ومخرجات الإنتاج بحوالي الثلثين. لكن أود أن أشير هنا إلى أن هذا الانخفاض في الإنتاج يعتبر انخفاض مؤقت ومرتبط أيضا في استمرارية هذا الإعصار والتي في العادة لا تستمر لفترات زمنية طويلة، وهذا ما يجعل من الارتفاعات التي تحصل في أسعار النفط محدودة نوعا ما. وأود النظر الآن مرة أخرى إلى البيانات التي صدرت يوم أمس من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والتي أظهرت ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار 4.3 مليون برميل. ماذا يعني ذلك؟ أن الارتفاع في مخزون النفط الأمريكي قد يكون دلالة في بعض الأحيان إلى زيادة التخزين مع ارتفاع الإنتاجية، لكن في هذه المرة جاء الارتفاع في المخزون مع انخفاض في الطلب بحسب معلومات إدارة الطاقة الأمريكية. إلى جانب ذلك نلاحظ بأن المخزون الأمريكي ما زال أعلى من متوسط 5 سنوات بمقدار 9%، وكل هذه الظروف اجتمعت مع تسارع كبير في انتشار فيروس كوفيد-19 حول العالم، حيث يوم أمس تم تسجيل أكثر من 500,000 إصابة جديدة يومية على مدى 24 ساعة، وهذا يعتبر مستوى قياسي جديد بالنسبة لتسجيل الإصابات. إلى جانب ذلك هنالك تهديدات من زيادة الإغلاقات الاقتصادية إن كان من دول أوروبية، وأيضا هنالك مخاوف بأن تتجه بعض الولايات في أمريكا إلى بعض الإغلاقات حتى ولو بشكل جزئي، وكل ذلك قد يبقي على الضغط على أسعار النفط. لكن يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار أن تخفيضات النفط من منظمة أوبك إلى جانب الانخفاضات التي قد تكون إجبارية في الإنتاج الأمريكي مع انخفاض الأسعار إلى هذه المستويات وخصوصا من الشركات المنتجة للنفط الصخري، فأعتقد بأن الانخفاض رغم أنه قد يمتد لبعض الوقت لكن مستويات حول $35 تقريبا بالنسبة للنفط الأمريكي الخفيف للعقود الأقرب تسليما قد تكون هي المستويات القاع التي قد يتحدد عندها السعر، حتى أننا ربما لن نرى هذه المستويات في حال عادت حالات كورونا للتباطؤ. فمستويات ما بين $35 إلى حوالي $42 قد تكون هي النطاق الذي سيتحرك فيه السعر خلال الفترة المقبلة. طب دعني أنتقل الحديث عن أسواق الأسهم الأمريكية. بالجلسة الماضية داو جونز تراجع بأكثر من 900 نقطة مع تسعير الموجة الثانية من كورونا، لدينا ملف الانتخابات الأمريكية وحالة عدم اليقين تجاه هذا الملف. برأيك هل انتهت مرحلة التراجعات؟ العقود الآجلة الآن عم بتشير لارتفاعات، إلى أي مدى تعول على مسار تصاعدي بالنسبة للأسواق الأمريكية في ظل هذه المتغيرات؟ بالفعل بعد موجة جني الأرباح القوية التي حصلت يوم أمس وفقد فيها على سبيل المثال مؤشر ستاندرد أند بور أكثر من 3.5%، نلاحظ هذا اليوم بعض العمليات التصحيحية الصاعدة، لكن هذه العمليات التصحيحية الصاعدة كانت وما تزال على العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية، وهذا دلالة على أن هنالك بعض عمليات جني الأرباح من مضاربين قاموا ببيع على المكشوف خلال تداولات يوم أمس وهذا الأسبوع. الارتفاع الحالي بالفعل يعتبر طفيف جدا، وفنيا لو أردت النظر إلى المتغيرات التي أمامي على الرسوم البيانية فاحتمالات الانخفاض ما تزال قائمة أساسيا. أود النظر أيضا إلى الخطة التحفيزية التي طال انتظارها والتي لا أعتقد بأنه سوف يتم إقرارها قبل الانتخابات الأمريكية، وحتى بعد الانتخابات الأمريكية في حال تم إقرارها فسوف يأخذ تشريع القانون فترات زمنية طويلة قبل أن يتم ضخ النقد نحو الأسواق المالية. أضيف على كل ذلك أننا اليوم في انتظار بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، ورغم أنها من المتوقع أن تكون إيجابية وقياسية قد تشير إلى نمو 30%، لكن هذا النمو أيضا تبعه بعض التباطؤ الاقتصادي بحسب البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا، وبالتالي تسعير جائحة كورونا حاليا والتسارع قد يسبب المزيد من الضغط حتى ولو كان بشكل مؤقت على مؤشرات الأسهم الأمريكية حتى ولو كان لبعض الوقت قبل أن تعود لمحاولة حاولت
الارتفاع من جديد مع انتهاء التوترات السياسية والاقتصادية. نعم ساركيس، لدينا أيضا ونترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي وقرار الفائدة، والأسواق عم تتوقع أنه بسبب الموجة الثانية لانتشار هذا الفيروس قد تتجه كريستين لاغارد والمركزي الأوروبي عموما إلى إعطاء إشارة للأسواق بأنه سيكون هناك المزيد من التساهل في السياسة النقدية. إلى أي مدى توافق على توقعات الأسواق، وإلى أي مدى البنك المركزي الأوروبي يملك مجال للمزيد من التساهل؟ شهدنا يوم أمس وهذا اليوم قرارات من بنك كندا المركزي وكذلك بنك اليابان المركزي، والملفت للنظر بأن البنوك المركزية مستمرة في التحفيزات الاقتصادية وفي أوروبا تحديدا، ومع تسارع الانتشار لفيروس كوفيد 19 وعودة الإغلاقات والتخييد في الحركة، قد نشهد الآن عودة لتباطؤ اقتصادي شديد بعد أن ظهرت ملامح تعافي خلال الربع الثالث من هذه السنة، لكن عاد اقتصاد منطقة اليورو في التباطؤ بشكل شديد، بل وعاد هنالك قلق كبير في الأسواق وبين الاقتصاديين بأن يكون اقتصاد منطقة اليورو يتوجه إلى ركود اقتصادي من نوع W، وهذا يعني قد يجبر ذلك البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ المزيد من التدابير من أجل تحفيز الاقتصاد، رغم أن أغلب التوقعات اليوم تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي، لكني لا أستبعد أن يتم الإشارة بالفعل إلى المزيد من التحفيزات الاقتصادية إن كانت من خلال برامج شراء الأصول وتنويعها وغيرها من هذه الأدوات المتاحة للبنك المركزي الأوروبي. وشكرا لك سيد ساركيس توباريان محلل الأسواق العالمية في مجموعة إكويتي جروب على وجودك معنا.